فيتامين العظم ومايسترو البناء الهيكلي في الجسم الملقب بفيتامين الشمس، هو حاليا من المشاهير اللي صعد نجمهم وبقوة آخر كام سنة. اتشهر لأنه ضحية من ضحايا الحداثة اللي ضربت بلادنا العربية، الحداثة وتغير نمط حياتنا، النمط اللي حبسنا بين الحيطان سواء في البيت أو في الشغل، وبعدنا عن أهم مصدر رباني ببلاش لفيتامين دي وهو الشمس. بيتعمل من مادة دهنية موجودة في الجلد اسمها 7-ديهايدروكوليسترول، وهو نوع من الدهون الخاصة. المادة دي لما بتتعرض للأشعة فوق البنفسجية بتاعة الشمس خصوصا في وقت الصبح بتتحول لمادة اسمها كوليكالسيفيرول. كولي يعني اتعمل من الكوليسترول، وكالسيفيرول انه بيأثر في الكالسيوم. وهنا اتكون أول صورة لفيتامين د وهو فيتامين د 3، وبيسمى فيتامين د غير النشط. ده اللي بيمشي في الدم لحد ما يوصل للكبد، وهناك بيتحمل وبشكل أوتوماتيكي بمجموعة هيدروكسيد، ودي بداية تنشيطه. وبعد كده لأنه ماشي في الدم لحد ما يوصل للكلية، وهناك بيتحمل بمجموعة تانية من الهيدروكسيد، بس هنا لازم يكون فيه هرمون الباراثورمون، وده اللي هنتكلم عليه بعد كده. الهرمون ده اللي بيفرز من الغدة الجردرقية اللي موجودة في ظهر الغدة الدرقية اللي موجودة في الرقبة، اللي من غيره عمر الخطوة التانية دي ما هتتم، عمرها ما هتتم فعلا. وده لأنه بيوجه مجموعة الهيدروكسيد علشان تركب في المكان الصح، وكمان بينشط الإنزيم اللي بيشغل فيتامين د، وهنا بيحوله لمركب نشط اسمه فيتامين د النشط اللي بيعمل الشغل المطلوب كله. علشان كده كمان صحة الكبد والكلى مهمة جدا لإنتاج وتشغيل فيتامين د، وده سر اهتمام بعض الأطباء بطلب فحوصات للاطمئنان على حالتهم الصحية خصوصا في عيانين هشاشة العظام. فيتامين د ده غاوي عظم، بيسعى لتقوية العظم، فبيحب قوي الكالسيوم والفوسفور. وعلشان يحقق ده بيزود امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الـ12 بشكل واضح وفعال، وفي نفس الوقت بيقلل من اخراج الكلية ليهم على قد ما يقدر. فيتامين د كمان له دور مهم وواضح جدا في عملية ما يعرف باسم تشكيل العظام او البون ريموديلينج، واللي بيشمل على عمليتين. العملية الأولى هي عملية ترسيب وتقوية العظم، حاجة اسمها بون ديبوزيشن، والعملية الثانية هي عملية امتصاص الكالسيوم من العظم وطرحه في الدم. العمليتين دول بيعتمدوا على نسبة فيتامين د في الدم. لما يكون نسبته في الدم طبيعية أو قليلة حاجة بسيطة بيزود ترسيب الكالسيوم في العظم، ولما تكون نسبته في الدم كبيرة جدا خصوصا لما تكون اعلى بكتير من الطبيعي بيزود امتصاص الكالسيوم من العظم وبيوديه للدم، وده بيضعف العظم بشكل واضح ويؤدي في النهايه لموضوع الهشاشه او الكساح. وعلشان كده لو فيتامين د مش موجود او قليل جدا، مقدره هرمون الباراثورمون على انه يعمل سحب للكالسيوم من العظم واضعافه بتكون هايفه وقليله جدا. علشان كده وزي كل مرة بنوصي فيها الناس، بلاش تاخد أي مكملات عموما. وفي موضوعنا النهاردة فيما يخص فيتامين د، من نفسك لازم ترجع للدكتور بتاعك، هو الوحيد اللي يحدد لك إيه المطلوب وإيه اللازم وإيه هو الأصح ليك. هو اللي عارف خطورة فيتامين د لما يزيد عن حده، وهو اللي فاهم يعني إيه تسمم الجسم بفيتامين د لما يزيد الفيتامين ده عن حده. بتقاس نسبة فيتامين د بس اللي مشهور أكتر في القياس بتاعها
هي حاجة اسمها الوحدة الدولية أو الانترناشونال يونت، ودي بتلاقيها على معظم الأدوية أو المكملات اللي فيها فيتامين د 3. النشاط الحيوي ل40 وحدة دولية بيساوي 1 مايكرو جرام. وتبعا لمجلس الغذاء والتغذية، وعلى الرغم من إن إشعة الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين د، النسب الموصى بها واللي هنقولها دلوقتي مبنية على أساس الحد الأدنى من التعرض لأشعة الشمس، يعني باختصار مع المدنية الحديثة وأسلوب حياتنا اللي بعدنا وبعد ولادنا عن أشعة الشمس. والنسب دي مهمة علشان الوقاية من هشاشة وضعف العظام في الأساس. طيب إيه هي بقى النسب دي؟ المفروض إن في أول سنة من العمر الجسم بيحتاج لحوالي 400 وحدة دولية بما يعادل 10 مايكروغرام. من عمر سنة لحد سن 70 سنة تقريبا الجسم بيحتاج لحوالي 600 وحدة دولية من فيتامين د في اليوم بما يعادل 15 مايكروغرام. وبعد سن 70 الجسم بيحتاج لحوالي 800 وحدة دولية يوميا، وده بيعادل تقريبا 20 مايكروغرام.